مهندس برمجيات، ونكمل في دروس سبرينغ بوت والدرس الجزء الثاني من درس الانتيار. اذا حضرت يعني الاسكولات يعني الستركتشر يعني الهيكله او بنيه المشروع، لان في الدرس السابق عملنا على الهواء يعني بعض التغييرات، لكن من الاحسن يعني تكون عندنا منظومه يعني للمشروع. اذا هذا هو المشروع، سميته انتيار روت، وبداخله كما تلاحظون موديل رقم 1، موديل رقم 2، 3 و 4. هناك من يدمج ربما السيرفيس مع البرسيستنس، ويدمج يعني كل هنا يعني البيزنس يضع كل الامور يعني هنا على دال اللي هي الاكسيو دوني، وهنا يعني السيرفيس هو مدمج مع الاي اي اللي هما بيزنس لوجيك. يعني هناك من يدمج السيرفيس مع البرسيستنس، وتكون منطقة يعني البزنس في الاي بي وفقط يطلب. المهم كل واحد يعني يختار كما يريد، المهم هي ارشيتكتشر ليست يعني واحدة، كل واحد يختار البنية التي يريدها. المهم ان تكون مشاريع منفصلة، ولذلك لماذا المشاريع منفصلة؟ لان مثلا اذا غيرنا قاعدة البيانات لا نلمس الكود الموجود في الاي بي اي والكوماند وغيره، نلمس فقط هذه المنطقة. إذا نغير في هذه المنطقة، إذا غيرنا مثلا شيء يعني كود موجود هنا في الـ API، لا نريد تغيير في كل حاجة، وبعد ذلك يجب عمل تيست لكل هل هناك ريغريسيون، يعني هل هناك أثر على الطبقات الأخرى. لذلك يعني تقسيم إلى طبقات يعني شيء مهم جدا في البرمجة بصفة عامة، ليس فقط في الجافا. اوكي سنبدا ان شاء الله. اذا هنا البروجكت الاول هو سبرينغ مافن، يعني البروجكت سبرينغ بوت كما تلاحظون هو سبرينغ بوت. بداخله ماذا؟ كلمه موديل، يعني عندما اضفنا موديلات يعني بالضغط على الزر الايمن ونيو موديل اضاف هذا الباليز في البوم اكس ام ال. اذا كما تلاحظون هذا اسماء الموديلات الموجوده هنا، اوكي، وهذا اسم الجروب الإجمالي اللي هو com.softweb، سميته softweb، وكل شيء يعني description هو softweb. أوكي، هذا التطبيق الإجمالي يعني المشروع الجروب أو solution في الدوت نت نسميها solution، في الدلفين نسميها group project. المهم ثم بعد ذلك هذا اسم المشروع، بعد ذلك هذا مشروع منفصل وفيه POM XML خاص به أيضا. كل مشروع من هذه المشاريع مشاريع منفصلة في شكل موديلات موجودة في المشروع الإجمالي. أنشأت باكيج نفس الباكيج في كل مشروع كما تلاحظون بنفس الاسم، لأن يعني من الأحسن نعمل هكذا لسهولة في التعامل مع الباكيج أو الوصول من طبقة إلى أخرى بكل سهولة. هذه أسهل طريقة، يعني تعطيها نفس الاسم لكل باكيج هنا، common software com com software com software com software. أوكي، ثم في البوم اكس ام ال بما ان غيرنا في هذه الاستركتشر ويعني عملنا نيو موديل سوفت ويب اي بي كوم سوفت ويب، ماذا قام بفعله؟ لو ذهبنا الى البوم هنا سيقول لي البارنت هو عباره عن كوم سوفت ويب. اوكي، الجروب اي دي اف الاسم هو هذا البارنت، ما هذه المعلومات الموجوده هنا هي نفسها البروجكت هذا. اوكي، لذلك كما تلاحظون هذه المعلومات تكون مكرره في كل المشاريع. ما هو الذي يختلف؟ يختلف فقط الاي دي الخاص بال يعني البروجكت نيم اللي هو سوفت تيري اي بي اي ونيم سوفت اي بي اي. وذهبنا الى هنا نجد نفس الشيء مكرر، وفقط هنا كومن وكومن، ونفس الشيء ايضا هنا نجد persistence، وايضا في السيرفيس نجد سيرفيس، وكلهم يشتركون في البارنت. والبارنت كما قلنا فيه موديل نضع فيه كل الابناء المشاريع الجزئيه والموديلات. اوكي، الان بعدما يعني عملنا بيلد كل شيء تمام، complete successfully، اوكي، الان سنضيف الكلاسات اللازمه.
سنبدأ بالكومن اللي هو يعني فيها كلاسة موديل أو نسميها كما قلنا في الجافا الكومن اللي هو عندي السورس السابق يعني السورس البارحة وأنا أخذ هذا اسمه ديتيو نعمل باست أين هي الباست إذن عندي user DTU أين هو موجود أو موجود في الكومن هذا user DTU سيستعمل على منطقة الأبي لذلك هو موجود في الكومن ويستعمل أيضا في السيرفيس لذلك وضعته هنا لأنه كلاس مشتركة ما بين المشاريع أوكي لا توجد لها ديبندنسي فقط هنا أسامي يعني خصائص وكونستركتور يعني الليزاكسيس ثم بعد ذلك نذهب إلى ماذا البرسيستنت جافا مان واخذ الكلاس ذات الموجوده هنا واذهب الى البرسيستنت واعمل باست كي ساقوم ببعض التغييرات اذا كما تلاحظون هو يطلب مني ريفرنس هنا وهذا الريفرنس هو الخاص بالجي بي اي وايضا هنا اوكي ساغير البوم اذا نذهب الى برسيستنت هنا وناخذ كل ما عملناه في الذي يخص بالجي بي اي اذا نضيف ديبندنسي MySQL و GPI نعمل Save نذهب أوكي. كل شيء تمام إذن User DTU وهذه أنترفاس سنسميها أيضا Name DAO عفوا DAO لكن انترفاس اذا اي يوزر دياو اوكي اضفنا الكومن سنضيف الان سيرفيس كل شيء تمام في البرسيستنت عفوا الان سنذهب الى سيرفيس السيرفيس هو هنا و الكلاس هناك كلاسين انترفاس وكلاس أظن لا هي كلاس واحدة سيرفيس بس إذا يوزر سيرفيس هذه هي عبارة عن كلاس إذا يوزر سيرفيس ستطلب DTU موجودة في الكومن لماذا لم يتعرف عليها اوكي اذا احتاج الى الديتيو فقط هنا يوزر ديتيو كي نذهب الى الاكسامل الخاص بالسيرفيس لان هنا يحتاج الى الكومن سنضيف الان الكومن هنا كديبندنسي وانا اقول لماذا لم يتعرف عليها اوكي اذا هذا نسميه ديبندنسي لوكال يعني أو نسميه software dependency أنا ربما سنضيف الكثير لذلك dependencies أوكي نذهب الآن إلى source service
وكل شيء تمام. كما تلاحظون تعرف على ديبوندنس. الآن لم يبقى إلا الـ API. كما تلاحظون ماذا أضفنا في الـ XML، في الـ POM XML. هنا هو Dependency Service. في Dependencies قلنا له في الباكيج سوفتوير، الباكيج المشترك هنا كما تلاحظون يوجد باكيج اسمه Common، أريد أن أستعمله كديبوندنسي، وهكذا أصل إلى كل الكلاسات الموجودة في الكومن. أوكي. إذن نذهب الآن إلى هنا ونضيف الكلاسات اللازمة. أين هو السورس؟ والكنترول. ننسى أن هناك كونفيج أيضا. إذن عندي مجلدين عمل باست. تكلمنا عن الدروس يعني عن الكونفيج وسواجر وكل شيء يعني تكلمنا عليه في الدرس السابق، لذلك أنا فقط أكمل هذه الدروس. إذن نحتاج إلى أمور نضيفها وهي موجودة في البوم. إذن أريد سواجر أنا موجود في الـ API. إذن software dependency أضفت للكومن، أضفت service، وهنا Spring Boot، ثم أضيف سواجر. سأرجع وأشاهد ما الذي ينقص. أوكي، هذه سميناها DAO. يوزر دياو. زال كل شيء. إذن دياو أين هي موجودة؟ موجودة في persistence. اوكي، سنضيف في المستوى الـ API dependency آخر هو persistence. اوكي، نرجع User. لم يتعرف عليها. User DAO. هذا Service. User DAO. هنا هي المشكلة. وهذا User DTO موجود في الكومن. إذن DTO تعرف عليه DAO، ما هي المشكلة؟ software persistent. DAO. Interface public. Okay. Yeah. بقي فقط هذا. Okay. لماذا؟ سأرجع إلى قم. أعمل ريفرش للمابن
يعني غريب، من المفروض يعني اعمل سيف اوتوماتيكيا سيضيف ال اشتغلت. اوكي هي موجوده هنا. اوكي كل شيء تمام، ديتي يوضيعه كل شيء تمام، لم ننسى شيء. هذا الديتيو موجود في الكومن، هذا ضيعه موجود في البرسيستانس مع الانترفاس الخاصة به.